بكم من جديد. جلال أصيل، صحة والعافية يا رب العالمين. الفنانة الجميلة منى مجدي وهي في حالة استشفاء كما يعلم الجميع، أو في مرحلة الاستشفاء من الكانسر. نتمنى لها الصحة والعافية وتعود لنا مجد منى كما نحب وكما نشتهي، وترجع تصدح مرة أخرى عبر المسارح وعبر القنوات. لك التحية منى، تسلمي. أنا سعيد في فقرتي الثانية يكون معي أستاذة هناء حبيب. وأستاذة هناء حبيب هي سكرتيرة أو في مكتب مؤسسة الوئام الثقافية، ومؤسسة الوئام الثقافية بتشتغل على عدة مستويات ثقافية بالتحديد بشكل عام، منها قصص الأطفال، منها المؤلفات باللغتين، منها يعني كم محور حنتكلم فيه. وأنا أرحب جدا بضيفتي هناء حبيب. مساء الخير. مساء النور. تسلمي، كيف أحوالك؟ الحمد لله تمام. مؤسسة الوئام الثقافية، من وين الفكرة وشنو الأهداف ومن متين بديتوا؟ مؤسسة الوئام الثقافية بتحتوي على مجموعة من الفنون. أهدافنا إنه إحنا نوثق للفنون ونسهل وصولها لكل الطبقات المجتمع، وبنعزز دور الأدب ودور الفن التشكيلي ودور كل أنواع الفنون. نعم. بالنسبة للمجتمع ودورها للمجتمع. الفكرة جات من إنه إحنا لنا فترة طويلة من 2020 عايزين نعمل المؤسسة. نعم. لكن بسبب كورونا والشهادات وكده ما طلعت لنا إلا هسي. نعم. تقريبا كده احنا بدينا بالفعل شهر 9 سبتمبر. شنو الادوات اللي بتستخدموها لنشر هذه الثقافه والتوثيق لها؟ احنا بنستخدم وسائل مختلفه. عندنا القصص المسموعه. طيب. دي مستهدفين بها الناس اللي ما بتحب القرايه او ما عندها وقت تقرا، والمكفوفين، والناس اللي عندهم قدرات خاصه. نعم. وعندنا ثاني بنوثق للادب بصور مختلفة. عندنا اقتباسات، وعندنا في كتب برضو بتتنشر، وعندنا برامج ثقافية ومعارض. الملتقى الأول كان بتاريخ 30 يناير، كنا عملنا فيه ورشة لرسوم ولوحات تشكيلية بتعبر عن الهوية. الملتقى الأول كان اسمه في البدء كانت الكلمة. الفكرة جات من إنه بداية كل شيء الكلمة. نعم. واحنا حبينا انه الملتقى الاول بتاعنا اللي هنقابل فيه الجمهور وهنعرض فيه فكرتنا نكون بيتكلم عن الهويه. نعم. عشان لازم الانسان يعرف الهويه ويعرف هو بينتمي لوين عشان يقدر يصل لاهدافه. نعم. فكان في معرض للكتاب، اخترنا معظم الكتب تكون بتعبر عن الهويه، قصص او روايات او كتب نقديه او كتب ثقافيه. وكان عندنا معرض لوحات تشكيليه للفنانة مآب تاج الدين. نعم. وللفنانة إسراء رحمة. وكان عندنا ملتقى جماهيري قدمنا فيه ورقتين نقديتين للأستاذ ياسر علي. نعم. دكتور ياسر علي. وللدكتور أحمد العزاني. نعم. كانت تتكلم عن الهوية. ودكتور مزمل الركابي هو العقب على الورقتين ديل، وقدمنا فيه برضو شعر بيعبر عن الهوية بطريقة ما، وقدمنا فيه قصة اسمها ست النفر. نعم. بتتكلم عن المرأة وانتماءاتها والهوية، وإنه نزاع الهوية بيستمر في الإنسان طالما إنه هو موجود في الحياة. لو ما قدر يثبت هويته أو ما قدر يعبر عنها فالنزاع ده بيكون موجود جواه لحد ما يموت. طبعا الهوية ده مشكلة كبيرة صراحة، وهو نقاش قديم متجدد يوميا عن إشكال الهوية في السودان بالتحديد. لكن السؤال طوالي يعني بيكون سؤال بطبيعة الحال هو الفند، من وين؟ هل في شراكة ما بينكم ما بين مؤسسات في الدولة، ولا في جهة ما داعمة لكل؟ لأنه ده عمل كبير وبالضرورة هو عاوز إمكانيات وميزانيات يعني. لا، هي مؤسسة طوعية. نعم. كل الأعضاء الموجودين فيها هم اللي بيمولوها. لكن سعيد لانه احنا نلقى فند يكون في بارتنر في 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 شراكه مع جهه ما. ايوه. موضوع الهويه شايفينه كيف انتم؟ الهويه هي
يعني الانسان بيعتبر انه مثلا هويته انه انا بنتمي لشنو او انا اصلي شنو. لا، الهويه بتختلف. الهويه دي كل الحاجات، مشاعرك، افكارك، تاريخك، اسرتك، حتى افكارك الجديده. الهويه بتتغير، يعني انت كل يوم بتكتسب افكار جديده، كل يوم بتتعرف على ناس جديده. فالهويه هي ما حاجه ثابته عشان الناس تختلف. يعني موضوعين في السودان الناس بتختلف انه هويه والاصل واحنا تبع كده او تبع كده، عروبه افريقانيه، وده خطاب قديم وكلام قديم يعني. ايوه لكن في يعني دول كثيره ومجتمعات كثيره تجاوزت الموضوع ده. صحيح، لانه عرفت انه هويتي انا كانسان بالحاجات اللي انا بتعبر عني او اللي انا بقدر اعبر عنها. ثقافتك هي بالتحديد. ثقافتك بالضبط. ايوه صحيح، وزي ما قلت دول كثيره جدا وامم تجاوزت هذا الموضوع. الغريب الموضوع ده فعلاً. موضوع الهويه بالتحديد، لو ملاحظه لما يكون اشكال في اي دوله ما او في اي قطر ما، دائما في حروب. أيوة. ودائما في كونفليكت، يعني دائما البلد اللي بيكون فيه مشكله هويه، انا افضل منك وانا هويتي، دائما في حروب بتكون طويله المدى. فده مشروع كبير يعني. فعلا فعلا. عشان كده احنا اخترنا الكلمه الاولى تكون الهويه. نعم. وطرحنا باب للجماهير، كان في مشاركات جميله جدا من دكاتره واساتذه عندهم علاقه بالثقافه والادب والفن. ممتاز. فكان الملتقى جميل يعني، وان شاء الله لقدام هنعمل ملتقيات ثانيه برضه هتكون مفيده. مقركم وين؟ حاليا احنا شغالين اونلاين، لكن سعيدين ان احنا نعمل مقر. لكن طبعا بالضروره لازم يكون في مقر. أيوة. منو ممكن يكون عضو معاكم؟ يعني اقدم كيف اذا انا دار العضويه مفتوحه؟ عندنا فورما هتنزل في موقع المؤسسه، مؤسسه وئام الثقافيه، في صفحه في الفيسبوك. نعم. وفي الارقام برضو ممكن الزول يتواصل مع احد اعضاء المؤسسه هو يطلب انه هو ينتمي. المؤسسه مفتوحه لكل انسان عايز يعمل دعم ايجابي في الثقافه، في الفن، انسان موهوب، انسان بيقدر يقدم حاجه للمجتمع، احنا بنرحب به. تدعموه؟ عندكم تدريب، مراكز تدريب؟ أيوة. عندكم طبعا ده مهم جدا، لانه اي مؤسسه خيريه محتاجه لمركز مركز تدريب في التخصصات المتعدده يعني. ايوه فعلا. احنا اول ما بدينا كاعضاء، كل الاعضاء عندهم خبره سابقه في كل مجال، يعني في عندنا ادباء عندهم خبره في الادب والكتابه، عندنا فنانين عندهم خبره في الفن التشكيلي، عندنا صحفيين، عندنا اعلاميين. فاحنا حاليا بنجهز لورش تدريبيه للاعضاء وللناس من خارج الاعضاء. ممتاز جدا. من خارج اعضاء المؤسسه. نقوم نجيك انت هنا والكتابه للاطفال. طبعا ده موضوع واسع، موضوع معقد جدا، ونتكلم بوضوح اكثر. الكتابه للاطفال في السودان غايبه من فتره طويله، او ما تم التركيز عليها بالشكل المطلوب. مفترض يكون، لان عندنا ارث في برامج الاطفال والكتابه للاطفال، والتحيه لكل من ساهم في انه يكتب للاطفال. يعني انت كاتبه قصه وايضا تكتبي للاطفال. لتحدى الكتابه للاطفال صعبه، محتاجه مهارات لانه طفل. فعلا. نعم. لازم الزول عايز يكتب للاطفال يكون عنده روح طفوليه. يعني انا اول ما انا كتابه للاطفال جت معي صدفه. انا في البدايه بديت قصص قصيره، بس في كل قصه بكتبها بيكون في طفل. نعم. هو بيكون مؤثر كبير في القصه. فلقيت نفسي ماشيه في المجال ده، وجاتني الفرص في انه انا اكتب للاطفال. الحمد لله، يعني مجال جميل جدا، وبالجد زي ما انت قلت محتاج في السودان. صحيح. بالذات. ايوه ايوه صحيح. لانه هسه نحن اطفالنا معتمدين على الشاشه يعني. طيب. وبشوفوا مسلسلات اطفال و انا غايته ما اعرف، لكن الفائده الوحيده في مشاهده مسلسلات الاطفال من اطفالنا انه بس لغتهم العربيه بقت سليمه يعني. أيوه. بالذات يعني، لانه كل الترجمه باللغه العربيه الفصحى. اطفالنا دي لسه عندهم لغات، في مذيعين ما عندهم اللغه زي حقتهم بصراحه يعني. والله بجد من خلال الاجتماع للمسلسلات المدبلجه يعني. في اطفال تحتكيتي باطفال في البيت؟ في اطفال مثلا؟ لانه تخيل لي تغمس خيال الطفل اللي تتعامل مع طفل يعني. ايوه، عندنا اطفال في الاسره وفي الجيران، وانا طوال بتواصل معاهم، وبعدين كل فكره بحاول اطرحها بقعد معاهم اول شيء. أوكي. بشوفهم كيف بنظروا للموضوع ده. طيب. وحتى لو انا عايزه اقدم لهم نصيحه، القصه دائما بيكون فيها محتوى هادف. صحيح. والاطفال ما بيتقبلوا النصيحه المباشره، خصوصا من عمر 7 سنين ل 9 سنين، 12 سنه. نعم. بيعتبروا انهم خلاص. فلازم القصه تكون مساقه بطريقه تخليه هو يفهم المغزى وياخذ وتوصل له الهدف. نعم. بدون ما يحس انه في امر مباشر. فيعني بقعد مع الاطفال كثير، بفهم منهم، بسمع منهم. عالم الطفوله عالم جميل. خالص خالص. الاعمار اللي قاعد تكتبي لها من كم لكم انت؟
الأعمار والله يعني كله مستهدف كله العمر من كم لكم؟ كل الأعمار، بس حاليا أنا حاليا بكتب من عمر 8 سنين ل 12 سنة اللي هو ما قبل المراهقة. أيوة. بالضبط. ممكن ممكن اللغة اللي قاعد تستخدميها شنو؟ ياتي يعني لغة وسط، لغة عربية فصحى ولا دارجة؟ بتستخدم ياتي نوع من اللغة؟ أنا بستخدم عادة اللغة العربية الفصحى، لكن في برامج كان شاركت فيها ومشاريع كانت عايزة اللغة العامية. نعم. فإحنا بنصيغ القصة باللغة العربية، لكن لما نجي للحوارات بتكون عامية. أه. عشان الطفل يحس إنه دي نفس المجتمع بتاعه ونفس الناس، نفس اللغة اللي بيتكلموا بيها. فكان في مسابقة حجيتك كانت بدت 2020 و 2021 وحاليا 2022. كانوا عاملين مسابقة قصص تراثية للأطفال مقتبسة من الأحياج القديمة. نعم. حقت الحبوبات. أنا شاركت في المسابقة وفزت فيها، كانت 2020 بقصة اسمها شليل والتماسيح الذهبية. نعم. فالقصة كانت بتتكلم عن أطفال بيلعبوا وبيكتشفوا سير قديم، والطفل بيمشي بيتعاون مع أهله حد ما يعرف تاريخ الأجداد. يعني حاليا في اهتمام بالتراث واهتمام بانه الطفل يوروه التقاليد والحياه القديمه السمحه عشان ما ينبت يعني من تاريخه. عندنا ماده تخص هذا الموضوع، حنمشي كنترول نشاهدها ونعود. ناولناهم مفهوم كبير شديد بيش من الهوية الثقافية الاجتماعية الدينية، كل الحياة دي تتداخل مع بعض. مفهوم الهوية ذاته نقدر نفصل حاجة عن حاجة لأنها هي حاجة بتكون مرتبطة مع بعض. أنا بالنسبة لي الهوية حاجة ما ثابتة، يعني بتتغير بتتأثر بالعوامل الموجودة، سواء كانت عوامل قديمة أو عوامل إحنا حاليا متعايشين فيها أو عوامل ممكن مستقبليا تحصل. فالهوية هي حاجة ما ثابتة، ما مفترض إنها هي تكون حاجة ثابتة. وفي نفس الوقت الهوية مهمة، عشان عن طريق الهوية إحنا بنقدر نفهم الماضي ونقدر نفهم الحاضر ونقدر نتفاعل مع الحياة دي كلها، بنكون قادرين نقرأ الواقع بتاعنا ونقرأ المجتمع بصورة كويسة شديد. لوحاتي الليلة اليوم بتعبر عن الهوية. أنا بهتم في الهوية بجانب الفرد، يعني كيف إنه الفرد الهوية العوامل المداخلة كلها دي سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو دينية أو حتى شعوريا ساي ممكن نقول، كيف الفرد قادر يتعامل مع مفهوم الهوية ده، كيف بتأثر عليه لو كانت في حياته اليومية، كيف بتأثر عليه في قراراته، كيف بتأثر عليه في الطريقة اللي بيشوف بها نفسه أو بيشوف بها الحياة أو الطريقة عموما اللي بيشوف بها المجتمع. فده مفهوم الهوية في لوحاتي. بركز أكثر شيء على هو انعكاسه كيف بيكون في الفرد، كيف الفرد بيتعامل مع المفهوم ده. لليلى لليلى أرصف الكلمات رصفا لتوصف بي إذا غادر نصفا، لها حيل إذا قصدت لقائي تحار لها عيون الشعر وصفا، تكلمني عن الشهوات قصرا ولم تعثر لها في الفعل حتفا، رأيت بها جبالا في تنام وواد غارق في الماء جفا. هذا هناء حبيب، دي مادة يا ريت لو نعلق عليها مناسبتها والحصل فيها شنو؟ ده الملتقى الأول. طيب. الملتقى الأول لمؤسسة العام الثقافية. كان بعنوان الهوية.
دي كانت لوحات لفنانة إسراء رحمة. نعم. بتعبر عن الهوية. ده كان في الفيديو شفناه قبل أيوة. شوية. أنت حايزة على جائزتين تقريبا. تكلم على الجائزة الأولى. الجائزة الأولى كانت 2017 ووزارة الثقافة بالتعاون مع المكتبة الوطنية كانت عملت مسابقة لقصص القصيرة للشباب، وكان أنا فزت فيها بقصة اسمها وعد الصقر. نعم. القصة بتتحدث بالمرتبة الأولى؟ لا الجائزة في مرتبة الجائزة التقديرية. أوكي. فالقصة كانت بتتكلم عن امرأة كانت مغتربة وجات السودان، وبتتكلم عن القربة والهوية. ممكن نقرأ منها جزء إذا متاح؟ يا ريت. ده جزء من القصة بيتكلم عن شخص اسمه عبد الرافع. نعم. هو بطل القصة. عبد الرافع عاش حياة قاسية محافظة، حالفه الحظ كسب اللوتري. هو الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه لا يعتبره حظا بل يراه اختبار وضعه الله فيه. أماسي فتاة هادئة جميلة نشأت في أسرة مثالية نوعا ما. ولدت وعاشت في الخليج ثم رجعت إلى الوطن مع أسرتها بعد أن أصيب والدها في حادث سير. اليوم السبت بعد غد ستناقش رسالة الدكتوراه. هي في 28 من عمرها متفوقة، كانت منذ صغرها معجب عبد الرافع بذكائها وقوة إرادتها. وعدها أنه سيحضر مناقشتها ومنحها درجة الدكتوراه. وعدها مرة واحدة وبحكم معرفتها به صدقته. هو دائما يقول لا يستحق أن يكون رجلا من لا يوفي بعهد قطعه لامرأة. هو يؤمن بأن المرأة تعيش على وعود الرجال. في صغرها يدللها والدها، يعدها بأنه لن يعطيها إلا لمن يحافظ عليها، وعند الزواج يقول زوجها سيسعدها وتبقى هي معه لهذا الوعد حتى وإن كان أمل بعيد. تصبر نفسها منتظرة تحقيقه. وعندما تلد طفلا ذكرا في كل لحظة يكبر فيها ترى في عينيه لقة حب. تقول سأرعاك يا أمي ولن أحوجك لأحد عندما تكبرين. أعجبت أماسي بالفكرة، ولكن لكونها متعلمة ومثقفة وتؤمن بالمساواة معتقدة أنها مستقلة أنكرت أنها توافقه الرأي. نعم. طيب ده جزء ممكن نقول عليه من قصة الواقعية موجودة في الموضوع ده، وممكن تكون دي قصة بتشبه حيوات ناس كتار بالمناسبة، الخليج واللوتري، وبرضه ده منطلق كثير على مستوى القصة القصيرة بالتحديد يعني. فشكله أنت بتلعبي على الواقع في سرد قصصك، إذا أنا يعني قريت أو تحللت الموضوع صح يعني. حاصل الكلام ده؟ أيوة فعلا. قصص نرجع برضو لموضوع الهوية. نعم. يعني حاليا عدد المغتربين في السودان يمكن يفوق عدد الناس الموجودين في الوطن. نعم. وكلهم بيكون بيحاولوا يعبروا عن نفسهم بطريقة ما، لكن قوانين البلد اللي هم موجودة فيها بتمنعهم من الحاجة دي. نعم. هذه دي كلها بتكون حاجات موجودة داخليا عندهم بتظهر لما يتعاملوا مع الآخر. ففي القصة دي أنا بتكلم عن شخص عمره 40 سنة عنده أفكار قديمة، بس بيحاول إنه يتماشى مع التطور والحضارة. أيوة. وامرأة برضو نفس الشيء عندها أفكار جاية من أهلها من تقاليد من كده، لكن بتحاول إنها تكون ناجحة فتؤمن بالمساواة والمرأة وحرية المرأة. لكن يعني النزاع موجود لسه، الناس ما وصلت لمرحلة طيب. انه تكون الافكار صحيح صحيح. هو تخيلي هي قصة قايمة على النزاع بالضرورة يعني. الجائزة الثانية كانت عن شنو؟ الجائزة الثانية كانت في مسابقة حجيتك تحت مظلة يونيك سودان برعاية المعهد السوداني الفرنسي وبيت التراث. كانت بتهتم بالقصص الشعبية للأطفال؟ للأطفال تحديدا. ايوه. الجائزة الأولى كانت في مجال القصة القصيرة في 2017، لكن 2020 دي قصص الأطفال. أنا والله أتمنى كنت لو كان عندك في التلفون قريب حتى لو نسمع مقطعين بس من واحدة من قصص الأطفال، عشان نشوف اللغة اللي أنت كاتبة بيها ذاته للأطفال مع مراعاة سنهم يعني، ومراعاة فهمهم
للغة، وتخيل لي ده التحدي وده الصعوبة هنا، إنك تكتب للأطفال بياتوا لغة، بياتوا لهجة بالدارجي ولا بالعامية، وهنا بكون التحدي. وهل أطفالنا ذاتهم بيقروا لسه؟ يعني ممكن الواحد يمسك كتاب مكتوب فيه قصص أطفال ويقرأ، ولا هو بقى ميال للتلفون وللتلفزيون أكثر يعني؟ فخلي ده التحدي يا هناء، صح؟ فعلا. لكن الأطفال جواهم حب للقراءة، ولأنه يكتب يمسك الورقة والقلم ويرسموا، يعني صح الديجيتال واليوتيوب والحاجات دي بتاخذ منهم جزء كبير، بتشيل انتباههم بجزء كبير، لكن في النهاية الولد في المدرسة بيكتب وبيرسم، صحيح، فبيكون عايز حاجة بتشبه نفس الحاجة اللي هو بيعملها سبع ساعات أو ست ساعات في المدرسة، تمسه يعني. أيوة ففي إقبال كثير على قصص الأطفال. لقيتي نص؟ إذا ما لقيتي ما في مشكلة، لكن نتكلم عنه بشكل عام، يعني فكرة النص شنو هي، بتحكي عن شنو؟ ده مشروع أنا كنت بادياه وشاركت فيه بقصة. المشروع بيهدف لتوثيق ألعاب الأطفال القديمة، الألعاب اللي فيها حركة. أيوة. لعبة شليل، لعبة كركعت، لعبة بربرة، الألعاب دي اختفى كله بالمناسبة، كله ما بيلعبوا؟ ما في، يمكن احنا آخر جيل لعبنا. بالضبط، احنا فعليا آخر جيل لعبنا كل الألعاب اللي انت قلتيها قبل شوية يعني، صحيح. فكان في اللعبة، في القصة، إنه الأطفال بيلعبوا اللعبة بتاعت شليل، وشليل طبعا بيرموا فيها العظم، وبعدين شليل وينه؟ أكلوا الدودو. صحيح. شليل وين راح؟ أكل التمساح. أثناء ما هم بفتشوا لقوا حاجة، الحاجة دي هي فتحت الباب لباقي القصة، إنه بعد كده حصل شنو، وهو الطفل ذاته مشى، وفي سير قديم عند أهله، إنه أهله زي يعني كانوا زمان عندهم ماضي عريق، وكان عندهم بسالة وجسور، مشهورين بأنهم فرسان، لكن حاليا الواقع بقى مختلف، صحيح. فالطفل بيستغرب كل مرة جدته بتحكي له إنه إحنا زمان كنا وزمان كنا وكده، فقول لها سوين. يلا هما باللعب بتاعهم بيكتشفوا السر، إنه ليه الحصل ده حصل شو، صحيح. وبنمشي في القصة بنكتشف إنه حبوبته دي ذاتها كانت فاطمة السمحة، هل كان الغول، قصة الغول طبعا دي حاجة مشترك فيها كل السودان، الغول وفاطمة، فاطمة السمحة يعني، كل طفل بيكون حبوبته حكت له القصة. بالضبط، حتى ما في الحبوبات هسه، الحبوبات عمرهم صغير بقى بالمناسبة، يعني ما حبوبات المشلخات، حبوباتنا نحن هسه الحبوب، في حبوبة اسمها وئام هسه، يعني انت متخيلة معي؟ فعليا يعني في حبوبة اسمها سهام، هي حبوبة فعليا يعني، فاختلف الزمن. طيب في موضوع القصة المصورة، أنا طبعا بالضرورة لازم أحيي شرح أبي الأحمد، وربنا يديه الصحة والعافية، هذا الفنان العظيم هو ربى أجيال، جيل ورا جيل، ونحن برضو آخر جيل حضر عمك تانجو يعني. فوين القصص المصورة من ده يعني؟ لأن الأطفال برضو بحبوا الكلام المصحوب بصورة. حاليا في مجلات شغالة على الموضوع ده، تعمل قصص مصورة للأطفال، وكانت إلكترونية، حاليا عملوا ورقية. نعم. في مجلة شليل أنا بكتب فيها، كانوا هم شغالين إلكترونية، لكن حاليا عملوا يمكن لهم زي ثلاث أعداد كده مطبوعة. نعم. ورقية فيها قصص مصورة وفيها قصص نصية، مجلة جميلة شديد. ما في كان فيه. ما في أفكار لأفلام كرتون؟ والله لسه. لسه لسه، لان يعني عايز شغل شويه. انا سالت السؤال ده ما سايل، لانه انا قاعد احضر توم اند جيري بالدس بالمناسبه. لهسه؟ ايوه، انا عندي يعني 20 جيجا توم اند جيري بجد يعني، ومشكله بس انا اكتشفت انه عندي خيلان وعندي عمام بيحضروا توم اند جيري، بس ساي هم بصرحوا بالموضوع ده. لكن شخصيا بحضر توم اند جيري لحد الليل ولحد بكره يعني، ولا بخش عليك يعني، ولا بخليها تفتح الخيال. بعدين خيال الرسام ذاته بخليك تتابع القصه دي. في اسا شبيهه لتوم اند جيري، مسلسلات كثيره جدا بقت ايضا متاحه، كلنا جوانا طفل. صعب الانسان ينفصل عن طفولته. طبعا ودي حاجه جيده يعني، انه يكون لسه عندك جواك طفل وبشاهد حاجات الاطفال، وده بينفعك لقدام، يا زول انجب يعرف يتعامل مع اطفاله كيف، ويفهمهم بالضبط بحبوا شنو بيكرهوا شنو وما الى ذلك. عندي كلام اخير لكل المشاهدين؟
بتمنى بس يكون في انتباه للأطفال وللحاجة اللي هم بيشاهدوها والحياة اللي هم بيتلقوها، والأهل يكونوا مشرفين على الحاجة دي. والقراءة بتفتح آفاق الطفل وتخليه لقدام يكون مثقف ويكون فاهم وعارف العالم موجود فيه. صحيح صحيح بالضرورة. بتمنى يعني الناس تهتم بالجانب ده. أستاذة هناء حبيب هي من مؤسسي مؤسسة الأعلام الثقافية، أنا أشكرك جدا على حضورك معي في هذا المساء من ظلال أصيل. شكرا جزيلا. شكرا لك. تسلم يا رب. الشكر أيضا موصول لكل المشاهدين على حسن المتابعة والإصغاء. كل الفريق العامل يحييكم، إن شاء الله نلتقي في ظلال أصيل قادمة. خلوا بالكم من روحكم وابعدوا من المشاكل. السلام عليكم.